السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: الخلافات بين الإطار وكردستان تنسف قانون الموازنة. مشاهدينا الكرام، سينضم إلينا عبر سكايب الدكتور صباح علا والخبير الاقتصادي، وبإمكان حضراتكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مضت 5 أشهر في عام 2023 ولم تقر موازنة العام المالية لغاية هذه اللحظة، لتطرح معها تساؤلات كثيرة بشأن مدى جدية الأحزاب الحاكمة في التعامل مع المشاكل الاقتصادية للعراق، والتي عادة ما يمكن الوقوف عليها وتشخيصها بشكل أدق بمجرد إقرار الموازنة، إذ يتبين منها حجم الأموال المتوقعة داخل خزينة الدولة وحجم النفقات والديون وما تم رصده لكافة المتطلبات المالية داخل الدولة العراقية. ويواجه العراق مشكلة تتعلق بالصراعات السياسية على الحصص المالية داخل الموازنة، والتي عادة ما يذهب ما يتبقى منها بعد اقتطاع الرواتب إلى جيوب الفاسدين، إذ لم يشهد العراق منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا أي نهضة عمرانية أو مشاريع تنهض بالواقع الاقتصادي المنهار، وهو ما يدفع إلى التساؤل بشأن مصير الموازنات السابقة، ومن ضمنها موازنتا عام 2014 و2022 اللتان اختفيتا دون أن يعلم أحد ما مصيرهما. مشاهدينا الكرام، لدينا تقرير إنتاج غرفة الأخبار في قناة الرافدين الفضائية، دعونا نتابعه، يتحدث عن المشكلة الحالية ما بين الحكومة المحلية وحكومة كردستان العراق بشأن الموازنة والخلافات الدائرة بين أحزاب الإطار التنسيقي والأحزاب الكردية بشأن بنود هذه الموازنة. لنتابع ثم نعود. خلافات سياسية حادة بين بغداد وأربيل تسببت بها هذه المرة موازنة عام 2023، ولا سيما بعد رفض حكومة أربيل التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية النيابية على إلزام أربيل بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيها. حكومة كردستان العراق اعتبرت هذه التعديلات مساسا بحصة أربيل، مبينة أن هذه التغييرات غير دستورية ومخالفة للاتفاق المبرم مع حكومة بغداد، وأنها تتناقض مع مبادئ اتفاق حكومة ائتلاف إدارة الدولة وبرنامج تشكيلة حكومة السودان، ليتطور الأمر إلى اتهامات مباشرة لحكومة السودان بتجفيف المصادر الاقتصادية لكردستان العراق بحسب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي محمد حاجي محمود. احتدام الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن الموازنة دفع الإطار التنسيقي وعلى لسان وعد القدو أحد أعضائه إلى التأكيد بأن تمرير قانون الموازنة لن يتم، وأنه يحتاج إلى توافق سياسي بين الطرفين فضلا عن جميع الكتل والأحزاب، وسط تأكيد اقتصاديين من أن موازنة عام 2023 ستشهد مزيدا من الخلافات السياسية، وهو ما يؤثر على تأخر إقرارها فضلا عن تبعات اقتصادية جمة على كل القطاعات في البلاد. وتطبق حكومة كردستان العراق سياسة التقشف المالية التي تم إقرارها في عام 2016 عبر برنامج الادخار الإجباري للموظفين باستثناء القوات الأمنية، حيث بدأ الادخار من 15% من رواتب الموظفين مع استقطاع نسبة 50% من الراتب التقاعدي للدرجات الخاصة، وهي النسبة ذاتها التي طالبت بها حكومة السودان في وقت اتهمت أربيل السوداني بنقض الاتفاق المبرم سابقا والذي يقضي بتمرير حكومته مقابل عدم التلاعب بالحصص المالية لكردستان العراق. هو إذن خلاف سياسي مستعر بين حكومة السودان وحكومة كردستان العراق، يؤكد بوضوح استمرار صراع الأحزاب والكتل منذ عام 2003 وحتى الآن على السلطة والمناصب والنفوذ، بعيدا عن مصلحة المواطن أينما كان. مشاهدينا الكرام، نرحب الآن بالدكتور صباح علا والخبير الاقتصادي معنا عبر سكايب، حياكم الله دكتور صباح. أهلا ومرحبا بكم.
دكتور، بداية كيف تابعت الخلاف الحاصل حاليا ما بين أحزاب الإطار المشكلة للحكومة وما بين الأحزاب الكردية بشأن الموازنة، بشأن بنود هذه الموازنة ورفض الأكراد الموافقة على إقرارها بهذا الشكل؟ تحية لكم ولمتابعتكم الحقيقة للواقع العراقي وكيفية حل مشاكله، ممثلة بالدرجة الأساسية عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي منذ 2003 ولغاية الآن. ولذلك أولى الخلافات بين كردستان وأحزابها وقواها مع قوى الإطار بشكل عام لاحظ تتمثل بالدرجة الأساسية في مسألة استثمار الطاقة بعيداً عن بغداد، وهذا حصل منذ عام 2009. بدأت عمليات التنقيب والاستكشاف لشركات بعيدة عن وزارة النفط، وبدأت عمليات التصدير ب 2014 ولغاية اليوم أو لغاية قرار المحكمة الدولية التي حكمت لصالح بغداد، وتوقفت عمليات التصدير يبدو ولغاية اليوم من المحتمل قريبا أن يتم عمليات التصدير وفق شركة سومو التي تم التفاهم حولها. الخلاف الجوهري هذا بالتأكيد له إيرادات مالية كبيرة جدا قد تفوق النسبة التي مخصصة لكردستان في الموازنات السنوية منذ 2003 ولغاية الآن. طيب، ولاحظ تتأرجح ما بين وضع أمني وما بين أوضاع عمليات عسكرية سابقة حصلت خصوصا أيام العبادي وكذلك أيضا حكومة السيد المالكي، وبعدها استمرت عمليات الصراع المختلفة ما بين مد وجزر لعملية إيقاف أي شكل من أشكال الخلاف، ولكن هذا لم يتم. ولكن بصراحة المحكمة التي حكمت لصالح بغداد قيدت كردستان في مسألة تصدير النفط والاستيلاء على الإيرادات النفطية. أولى الخلافات الجوهرية. تفضل. لاحظ أن الاتفاق الذي حصل ما بعد الانتخابات وانسحاب التيار الصدري، لاحظ أعطى الإطار قوة كبيرة جدا في كيفية الهيمنة على تشكيل الحكومة بالاتفاق مع كردستان وكذلك أيضا الأطراف السنية الممثلة بتقدم أو ما تسمى بعمليات القوى السنية الممثلة بعدة لماذا الآن نرى هذا الخلاف يظهر إلى السطح ما بين الحكومة المركزية ومن بين الأكراد في وقت كنا نشاهد دائما اتفاقات موجودة ما بين هذين الطرفين وهما نفس الأطراف التي اتفقت فيما سبق؟ يعني حكومة الإطار التنسيقي الآن مكونة من المالكي والعامري وغيرهم من نفس الشخصيات التي كانت تتفق مع الأكراد في الحكومات السابقة، لماذا الآن نرى هذا الخلاف؟ العيب الجوهري والأساسي اتفاقات مؤقتة، يعني اتفاقات ترقيعية وليس اتفاقات للمصلحة العامة، هذا هو الجوهر الأساس، أي أنها اتفاقات مصالح أقطاب سياسية في العملية مؤقتة لحلول ترقيعية ليس وصولا إلى مبدأ جوهري وأساسي أن يضعون مصلحة العراق أولا. هذا هو الجوهر الأساسي للخلاف، وسيستمر ما زالت عملية وعدم وضوح سياسات هذه القوى التي تمكنت من السيطرة الاقتصادية خاصة على الإيرادات، ولذلك نلاحظ الصراع يدب بين فترة وأخرى والخلافات المختلفة حتى في داخل القوى نفسها. داخل الإطار هناك صراع، وكذلك أيضا داخل كردستان صراع،
وكذلك أيضا في داخل القوى السنية صراع. نعم. هذا الصراع لأنه مبني على طبيعة المحاصصة السياسية في عملية تقسيم والمخصصات والإيرادات السنوية في الموازنة هو الجوهر الأساسي للخلاف، وما تم الاتفاق عليه قبل تشكيل الحكومة بدأت القوى القوية المسيطرة في إدارة الدولة الإطار التخلي عن هذه الاتفاقيات التي تم تثبيتها ما بين الإطار وكردستان. طيب. وكذلك أيضا بين الإطار والقوى السنية. أرجو من حضرتك أن تبقى معي دكتور إذا سمحت لي. كما حضرتك تعلم شاركت معنا سابقا، هناك في هذه الحلقة طبعا نستقبل آراء بعض المواطنين العراقيين بشأن موضوعنا الذي نطرحه في هذه الحلقة، ونستمع الآن إلى رأي السيد صباح من بغداد. تفضل يا صباح. طيب، فقدنا الاتصال. معنا السيد أبو عبد الله من أربيل. تفضل يا أبو عبد الله. عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وأحيي المشاهدين وأحيي ضيفك الكريم. حياك الله. الله يحييك أستاذ. بالنسبة لموضوع المحكمة الاتحادية وهاي الشغلات مال تجميد شنو أستاذ، هم هذول المعارضة اللي بغداد هم أصلا متحالفين ويا الميليشيات أستاذ. يعني شوف حال أنا طبعا مواطن من أربيل. نعم. أنا شايف أربيل وشايف سليمانية وشايف دهوك وشايف كل حتى أقضي ونواحي أربيل كلها شايفة. إقليم كردستان كلها شايفة. شوف الوضع هناك بالضبط ما هو حال. شوف سليمانية تتذكر البصرة، شوف الأعمارة. سيد أبو عبد الله بس اسمح لي حتى بس لنخوض في مواضيع ثانية. اليوم بدنا نتكلم. نعم. عن الموازنة المالية لعام 2023، برأيك ليش اكو خلافات وصراعات؟ هل هذه الخلافات والصراعات لمصلحة المواطن؟ هل اللي بدنا نشوفه ما بين الأكراد وما بين حكومة بغداد هي تصب في مصلحة المواطن هذه الخلافات أم تصب في مصلحتهم الشخصية؟ أستاذ وينكم مصلحة؟ وينكم مواطن؟ هم ما يحسبون من المواطن أستاذ؟ أستاذ هم إذا يردون يحسبون من المواطن أستاذ اسمح لي. تفضل. اسمح لي. باختصار لو سمحت. بال 2014. نعم. أول ما بدأ داعش حتى باحتلال الموصل والأنبار والديالة. طيب. هذه المكانات كلها تدري سووا هم أستاذ؟ حتى الموازنة قطعوها عن إقليم كردستان. هم يريدون يقضون هذا الإقليم هذا. طيب. هم يريدون يضعفونه، يريدون يخلونه يجسدلهم يكعلهم. هم حتى الموازنة ما كانت تسوون بإقليم كردستان. يعني هم انجبروا الحكومة هنا بربيل بإقليم كردستان، انجبروا أستاذ يفضلوا النفط ما لهم شعر. شكرا جزيلا. نقطة وصلت. أنا أشكر حضرتك سيد أبو عبد الله. صباح من بغداد. تفضل صباح. أستاذ محمد أرحب بكم بقناتكم الكريمة. طبعا مثل ما تعرف ويعرفون الناس كلها الميزانية ما تمشي إذا مو أكو مصالح بيناتهم بين الإقليم وبين الإطار. طيب. وحتى تقدم اللي هي تقول أنا أمثل السنة وهي ما تمثل فقط نفسها، لأن هذول هم أيضا طبقة سياسية فاسدة ما يختلفون عن الإطار. فقبل ما تشكل الحكومة الكل اتفق على المغانم والوزارات، وحتى مقتدى الصدر كان جزء من أخذ مشروع التغذية اللي قيمته 40 مليار دولار وسكة تسلمها إلى الإطار. أيضا الشمال والإقليم كردستان كانت عندهم أطماع ومكاسب يريدون من الموضوع ما يمررون الحكومة إذا ما أكو مشاكل السهلينوا أو غيرها أو كركوكو أو الميزانية وحصصهم المتراكمة، الديون المتراكمة على حكومة المركز. فكل هاي صارت بنود واتفاقات سرية المواطن العراقي ما يعرفها. يعني بس مجرد مصالحهم هم وأحزابهم. نعم. والكتل اللي عندهم. أما مصلحة المواطن العراقي وتعطيل الميزانية وتعطيل المشاريع والمواطن قاعد بدون وظائف بس اللي عنده واسطة يتوظف، يعني. نعم. يعني قاعدين ما يهمهم أي مصلحة للوطن. طيب. المشاريع مال الدولة وينها؟ أمتى تسووها؟ زين شنو الفكرة من يقرون ميزانية مال 3 سنوات؟ يعرفون نفسهم هاي آخر حكومة لهم، فيقول لك خلينا نجيبها حتى نسرق ونعبي جيوبهم وخلاص. أما يعني. نعم. فكر لبناء دولة ما عندهم. طيب سيد صباح أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا، أكتفي معك بهذا القدر. دكتور صباح أعود لحضرتك الآن. يعني أبو عبد الله يتحدث عن نقطة
حقيقة مهمة، ويقول بأنه ما يفعله الآن أو ما تفعله الحكومة المركزية الآن في بغداد هي محاولة لإرضاخ وإخضاع الأكراد، ويقول بأنه الأكراد أجبروا بسبب السياسات الحكومية بسبب التضييقات على اللجوء إلى تصدير النفط خارج عن سلطة المركز من أجل تغطية النفقات والمصاريف وما إلى ذلك. هل يعطى الأكراد العذر كما ذكر السيد أبو عبد الله بسبب الضغوطات المركزية؟ هل هناك فعلا محاولات لإرضاخ الأكراد وإخضاعهم؟ هناك مشروع بالدرجة الأساسية لإضعاف كردستان بأي شكل وبأي وسيلة كانت، ومنها الواقع الاقتصادي. من الذي يقود هذا المشروع؟ بالتأكيد هناك أجندات خارجية تعمل على إضعاف كردستان، خصوصا بعد فوز أردوغان ثانية بانتخابات شفافة ومنظمة وتعتبر راقية جدا في العمل الديمقراطي للدول. اللاحظ هذا يعكس لنا أن في كردستان والعلاقات مع تركيا وإيران اللاحظ قد يؤدي ذلك إلى حالة من حالات التأزم المستقبلية في اعتقادي، خصوصا وأن العام الماضي شهد كثيرا من حالات المواجهة المسلحة باتهام كردستان بوجود خلايا إسرائيلية أو مقرات أو غير ذلك، أو مسلحين من المعارضة وغير ذلك، أو دعم المعارضة الكردية سواء في كردستان في إيران أو في تركيا، وهذا لا ينتهي حقيقة. ولكن كردستان لم يتم محاربتها اقتصاديا من حيث التخصيصات منذ 2003 ولغاية قرار المحكمة، ولكن السبب الجوهري الذي أعطى الضوء الأخضر لكردستان بعمليات الاستكشاف والتنقيب والتعاقد مع شركات بعيدا عن مركز بغداد هو فساد الحكومة في بغداد في مسألة الإيرادات وعمليات تهريب النفط وغيرها من أنواع الفساد المالي والإداري للحكومات المتعاقبة. هذا هو الجوهر الأساس الذي أعطى الضوء الأخضر لكردستان بعملية هاي. ولكن لو نأتي إلى الخلاف الجوهري حول موازنة 2023 اللاحظ في المادة 13 التي تنص على الإقليم تصدير ما لا يقل عن 400,000 برميل يوميا، هذا تم تغييره، النص تم تغييره فأصبحت تسليم الإقليم النفط الخام المنتج في حقوله بمعدل لا يقل عن 400,000 برميل يوميا إلى وزارة النفط في بغداد عبر شركة سومو. لكن يجب أن نعلم أن كردستان تنتج بحدود حوالي 450 إلى 440 ألف برميل يوميا. تستهلك 45,000 إلى 50,000 برميل يوميا كمشتقات ومنتجات مختلفة، أي بمعنى أنها تصدر ما بين 395 إلى 400,000 برميل يوميا. هذا في المادة 13، وهذا جوهر خلافي يعطي لبغداد السيطرة الكاملة في عمليات التصدير والمحاسبة. طيب إذا سار الموضوع إذا سار الأمر بهذا الشكل دكتور صباح، يعني استمر الأكراد برفضهم وتعنتهم بالخضوع لهذه الفقرة، هذه الفقرة تسحب من تحت أيديهم هذه الكميات من النفط، وبالتالي تسحب هذه الأموال. طيب إذا استمر هذا الخلاف برأيك، هل تعتقد بأنه سيتعمق أكثر في المستقبل ويؤثر على إقرار الموازنة، أم بطبيعة حكم الأحزاب الموجودة في العراق ستصل إلى صيغة اتفاق ترضى أو ترضي بها جميع الأطراف؟ من الصعب جدا في اعتقادي خلال الأسبوع هذا القادم تتم عمليات التسوية، لأن هناك أيضا خلافا في المادة 14 أيضا وهي من المواد الخلافية الكبيرة بين كردستان والإطار، ممثلة بالدرجة الأساسية بأن إيرادات
إيرادات النفط المصدر من كردستان يتم وضعها في حساب بنكي باسم كردستان في البنك أمريكان سيتي، ويسمح للحكومة العراقية بعملية المراقبة والمحاسبة والمتابعة للإيرادات الداخلة إلى البنك. ولكن تم تغيير هذا البند في الموازنة، إيداع الإيرادات في حساب بنكي بالبنك المركزي العراقي. نلاحظ أي بمعنى أن الإيرادات تكون 100% تحت سيطرة الحكومة، أي بمعنى سيطرة الإطار. تمام. ولذلك نلاحظ من الصعب جدا عملية الاتفاق المستقبلية خلال فترة زمنية قصيرة لاعتماد الموازنة التي مضى عليها تقريبا 6 أشهر أو قاربت 6 أشهر، وكل شكل من أشكال المشاريع المرتبطة بالموازنة متوقف. ولذلك نلاحظ أصدر صندوق النقد الدولي في مسألة الإجمالي المحلي لسنة 2022 مساهمة الإيرادات خارج إطار النفط تساوي 9% أو أقل. صحيح. لاحظ أن بمعنى أن أشكال الاستثمار الماضية منذ 2003 ولغاية 2022 لم تتعدى 10% أو أقل أو 3%. وهذا يشكل يعطينا دليلا قاطعا بأن القوى السياسية في إدارة الدولة تعتمد 100% على الإيرادات النفطية، أو أن هناك إيرادات خارج إيرادات النفط تكون مسروقة. طيب اسمح لي دكتور، هنا عندنا النقطتين اللي تفضلت بها وهي البند 13 و14 بالإضافة إلى الفقرة المعنية بدفع 10% كتعويض عن القطوعات التي كانت موجودة وفرضت على موظفي الإقليم أو موظفي شمال العراق. هذه جزئيات يعني كما تفضلت من الصعب جدا أن ترضى وتوافق عليها الأحزاب الكردية، وهو ما يقود إلى التساؤل، هل سنشهد عاما آخر بلا موازنة؟ من المحتمل وهذا وارد، وقد يؤدي ذلك إلى مواجهات قد تكون من هنا أو هناك، خصوصا فيما يسمى بمنطقة المناطق المتنازع عليها أو غيرها. هناك مطلب آخر من قبل حكومة بغداد لاعتماد الموازنة، أن يقدم إقليم كردستان، حكومة إقليم كردستان بعدد الموظفين. وهذا أيضا يتناقض مع مطلب حكومة بغداد التي تمتلك من الفضائيين ومن العدد الموظفين الغير مسجلين ويستلمون رواتب. وهذه تكلم عنها كثيرا من القوى السياسية سواء كانت داخل الإطار أو خارجه. طيب. ولذلك نلاحظ هناك إحراج وضغط كبير جدا على حكومة كردستان، وبنفس الوقت التي القوى التي جاءت بحكومة السوداني أيضا هذا سبب من الأسباب أو الضغوط التي تمارس على السيد السوداني لإفشال حكومته في عدم اعتماد موازنة ل 2023 التي هي تعتبر ل3 سنوات، وهذا خلل غير موجود في العالم. اعتمد بالعراق كبدعة جديدة لعملية الموازنات السنوية. طيب هنا سنتحدث بنقطتين أو سؤالين لدي. أولا اللي تفضلت به حضرتك بشأن تقرير صندوق النقد الدولي بخصوص الإيرادات خارجة عن النفط التي تقدر بنحو 9% بحسب صندوق النقد الدولي في عام 2022، يعني هناك أيضا نقطة تحدث بها الخبراء في الصندوق بأنه بسبب زخم نمو الاقتصاد العراقي الذي تباطأ في الأشهر الأخيرة رجحوا أن يتقلص إنتاج النفط بنسبة 5% في عام 2023. وهناك أيضا نقطة تتعلق بالتراجع الأسعار المحتملة، أسعار النفط المحتملة عالميا، وهو ما يؤثر على الرقم الذي يجب أن يقر في الميزانية العراقية، حيث
تشير التقارير بأنه يجب على العراق أن يضمن رقم 83 دولار لسعر النفط البرميل النفط الواحد، في حين أن سعر البرميل من المتوقع أن ينخفض إلى 80 دولارا فقط، وبالتالي عجز 3 دولار في كل برميل نفط يبيعه العراق. وهنا السؤال أنه ما تأثيرات انخفاض بيع أسعار النفط على الاقتصاد العراقي؟ يجب أن نعلم أن الموازنة اعتمدت على 70 دولار للبرميل الواحد. صحيح. لاحظ أيضا هناك عجز يقدر بحدود حوالي 64 تريليون دينار عراقي، ما يقارب 49 إلى 50 مليار دولار، مع ديون متراكمة تقدر بحدود حوالي بين 100 إلى 110 مليار دولار داخلية وخارجية. في حال انخفاض النفط، حاليا النفط، لاحظ النفط العراقي يقدر بحدود حوالي حاليا 70، تمام، عالميا 70، وبرنت حوالي تقريبا 78. اذا ما حصل انخفاض النفط الى 65، يزداد العجز بشكل خطير جدا، وقد يصبح الى 70 مليار دولار. وهناك مواجهة كبيرة وخطيرة لزيادة الفقر والبطالة وعدم وضع برنامج حقيقي لعمليات التنمية في خارج إطار الإيرادات النفطية. إذن هناك فشل لمشاريع قادمة، ومنها مشروع الخط الجار. أي من أين سيمتلك العراق إمكانية التمويل؟ بل سيعتمد على القروض، وهذا سيعمل على تكبيله بشكل خطير جدا، كما حصل في دولة مثل البرازيل التي قدرت ديونها بحدود حوالي 500 مليار دولار، عجزت خلال فترة 15 سنة من تسديدها. طيب دكتور، هنا طبعا البنك الدولي كان قد حذر العراق من الاستمرار بالاعتماد الكلي على النفط، وحذر كذلك بأنه العراق في الفترة القادمة، أو طالب العراق يعني حذره من عمليات تسريح لملايين الموظفين ستأتي بالقادم في حال لو استمر باعتماده الكلي على النفط، في ظل كما تفضلت انخفاض متوقع لأسعار النفط العالمية. بل طالب العراق كذلك بالتوجه نحو الاستثمار في مجالات الطاقة البديلة، وكذلك قال بأن العراق يجب عليه أن يخصص لعام 2040 ما يعادل 31% من حجم الطاقة البديلة باعتماد على طاقة الرياح والماء والشمس كذلك. وهنا السؤال، هل يوجد في العراق نية حقيقية أو خطة واضحة تدل على أن هناك عقلية تفكر بمشاريع مستقبلية تغني العراق عن النفط والاعتماد الكلي بهذا الشكل؟ حقيقة لغاية اليوم لم يمتلك العراق أو من يعمل على إدارة الطاقة بالعراق أن يضع مشاريعا استراتيجية لغاية عام 2050. نحن ما زلنا لغاية الثلاث سنوات القادمة للموازنة لم ترى النور أي شكل من أشكال المشاريع التي تخفف من عمليات الضغط على المواطن في مسألة إيراداته ودخوله في مسألة المعيشة، أو توفير الخدمات ممثلة بالطاقة الكهربائية وكذلك أيضا المياه وحالة التصحر التي والجفاف التي تضرب العراق حقيقة، والزحف على الأراضي الزراعية. هناك معضلة كبيرة جدا ما زال لغاية الآن قادة العراق الموجودين حاليا لم يفكروا بمصلحة العراق المستقبلية، بل يفكروا بمصالحهم الشخصية وأحزابهم وقواهم وأجنداتهم الخارجية. في سؤالي الأخير لحضرتك دكتور صباح، محمد توفيق علاوي الذي كان من المتوقع أن يكون هو رئيس وزراء في فترة سابقة، كان من أحد المرشحين، تحدث وقال بأن العراق مهدد بوضع اقتصادي أخطر من لبنان. طبعا وكما قلنا بأن البنك الدولي حذر الحكومة من أنها ستضطر لتسريح ملايين الموظفين. وضع اقتصادي أخطر من لبنان كيف سيتم
ما هي العوامل التي استند عليها محمد توفيق علاوي في هذا التصريح الخطير؟ حقيقة أولا تزداد عمليات الهدر وعمليات السرقة بشكل أكبر، كل ما تزداد الإيرادات تزداد عمليات الفساد المالي والإداري. نعم. هذا جانب. الجانب الخطير المستقبلي، لو فرضنا بعد عام أو عامين أو ثلاثة، نعم، توقف الحرب الروسية الأوكرانية وكل الدول المنتجة للنفط تعمل على زيادة إنتاجها، سيكون النفط بأقل من $50. صحيح. وهذا سيأتي بكارثة على الحكومات القادمة بالعراق التي لا تمتلك مشروعا حقيقيا في مسألة تعضيد الإيرادات النفطية بمشاريع استراتيجية في الصناعة والزراعة واستثمار الإيرادات بشكل حقيقي. نعم. حتى القروض التي تم طلبها أو استلامها وظفت لتخفيض حدة العجز في الموازنات السابقة وحتى الحالية القادمة. نعم. وهذا سيكون مصدر خطير جدا لتسريح ملايين العاملين وليس آلاف، ملايين. نعم. لأن العراق يمتلك حاليا 4.5 مليون عدد من الموظفين، يضاف لهم 2.5 من المتقاعدين والذين يستلمون مساعدات اجتماعية أيضا. نعم. مسجلين. نعم. وهذا عبء كبير جدا على الموازنة التشغيلية التي لو مراجعة بسيطة لخارطة الموازنة 2023 نرى أن الموازنة التشغيلية تقدر بنسبة 75% إلى 80%. نعم. وهذا يعتبر خطيرا جدا في كل موازنات العالم، أنه من المفترض سنويا تتم عمليات تخفيض نسبة الموازنة التشغيلية. نعم. وتوظيفها للعمل. طيب. الاستثماري. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور صباح الله، والخبير الاقتصادي، كنت معنا في حلقة منبر الرافدين لهذا الأسبوع. مشاهدينا الكرام، كما عودنا حضراتكم نزلنا إلى الشارع وأجرينا استطلاع لآراء مواطنين عراقيين بشأن موازنة عام 2023. لماذا لم تقر لغاية هذه اللحظة؟ ما رأيهم بالصراع الدائري ما بين أحزاب الإطار وما بين الأكراد؟ وما توقعاتهم للمرحلة القادمة الاقتصادية بالنسبة للعراق؟ دعونا نشاهد بعضا من هذه الآراء ثم نعود. موضوع الموازنة يعني حقيقة حاليا الشعب العراقي كله يسأل هذا السؤال، موضوع الموازنة. موضوع الموازنة موضوع سياسي بحت حقيقة. حاليا العالم تنتظر، مشاريع واقفة، بلد واقف، والله حاليا على أرض الواقع ما طبقوا شيء. نتأمل إن شاء الله. اي مو تصفية احزاب بيناتهم وصراعات بيناتهم، وعندك الكردستان ما وافق على قسم من الشروط، وهاي العالم كلها تنتظر موازنه خطيه، والامور كلها متوقفه على الموازنه. ما صارت هاي مو موازنه، استغفر الله، ما تقول لي شنو موازنه، تقروها، خلي العالم تعيش، خلي تبدي التعيينات، خلي العالم تاخذ رواتبها، رعايه يقول لك على الموازنه، اي شغله يقول لك على الموازنه، شيل ياها، ما تقول ما تنقر عمي، ما تنقر هاي الموازنه، كلها ضحك على الذقون، والله العظيم، بس تاجيلات. يستفيد وينها هي غير تنقر؟ طبعا يستفيد، تستفاد بك التعيينات، بك زياده بالرواتب، بك المتقاعدين، بك الرعايه خطيه هسه العالم. هسه والله معي قدامك انا 60 سنه لا رعايه لا راتب رعايه، والله شو اقول لك، ما متزوج، هسه اذا ما متزوج يعني شنو؟ مو بشر؟ كل سياسي ما يهز شعرايه، ما يهز شعرايه تجاه مسؤوليه الشعب العراقي، الشعب العراقي بس الى الله. يستمر 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 طول العمر يستمر. كل من يريد يحوز النار لقرصته، كل من يريد نفسه. دباع اردوغان سوى دباع الشعب، شلون قام على تركيا، وشلون انتخابات حلوه، وشلون رشحوه دباع. هاي السياسي يا سياسي، احنا بعد سياسيين رحمه الله لك، كل احزاب وكل عصابات وكل من يريد له. والله تعرف انت احزاب هوايه، وكل واحد يريد على هواه، كل واحد يريد الهبره لنفسه. هاي السبب، ماكو شيء وطني، يعني ما عندهم صيغه وطنيه يمشون عليها بالموازنه. المفروض الموازنه تكون لمصلحه الوطن، مو لمصلحه الاحزاب ولمصلحه الشخصيه. خلينا نقول هي هاي الموازنه من يومها لحد الان، المواطن ما مستفاد شيء من الموازنه، ما مستفاد شيء. الاعمار بطيء جدا، شوارع بغداد شوفها كلها ازدحام وتوسخه، بس ارصفه، والارصفه منها تعبانه،
مو ذاك الشغل هذا، لا مترو لا كهرباء. هسه بدا الصيف الكهرباء ماكو ما شاء الله. شنو مفاده الموازنه؟ من 2003 اللي هسه كهرباء ما قدروا يسوون. شنو الموازنه؟ ما يهمهم الشعب، هم مو مهم عندهم الشعب. لو مهم عندهم الشعب كان العراق هسه وين؟ كان هسه من دول العالم المتقدمه بالاعمار. يعني الاموال اللي استحصلوها من النفط ومن الضرائب ومن الحدود شو اسمه الجمارك وغيرها منافذ، كان هسه العراق في الشيء يعني بالنسبه لدول العالم. ماكو اموال دخلت هاي الدول دار مدارنا مثل ما دخلت للعراق. والله الموازنه لما تقار تعرف عليها صراعات عليها بين المركز والاقليم على مود الحصه مالتهم، فلذلك هي اخرت اقرار الموازنه. طبعا هذا مو صالح الشعب العراقي وياثر سلبا على الشارع العراقي. شوف هسه الشارع قدامك انت، لا بيع لا شراء، حتى المواطن البسيط من تسال يقول لك الموازنه، ولذلك هذا التاخير اللي صار بيها بسبب الصراعات. طبعا يستفيد مثلا ابسط شيء الرعايه الاجتماعيه، اللي هسه اللي هم اللي طالعين وباقي على صدور الموازنه، طالعه اوامرهم الاداريه، عندك تثبيت العقود الى اخره، المحاضرين المجانيين، لها تاثير سلبي على على المواطن في حاله عدم اقرارها. والله اكو مسؤولين لا يكترثون، اكو مسؤولين يكترثون ويهتمون، مو كل المسؤولين اصابعك مو سوى يعني مو سواسيه مسؤولين. اكو واحد يهتم بالشارع العراقي، يهتم بالشعب العراقي ويكترث، اكو عدم الاكتراث، عدم الاهتمام واللامبالاه. من تصير دوله، من تصير دولة ويصير قانون ويصير رجال دولة، ذاك الوقت يستفاد المواطن. من يصير عندنا رجال دولة، حاليا احنا ما عندنا دولة وعندنا رجال دولة. رجال الدولة هم اللي يقررون الحق من الباطل. هسه حاليا ما عندنا احد يقرر غير دول اوروبية هي اللي دا تقرر الحق من الباطل. مستحيل راح يشعروا باي شيء، لان الشعور هذا ان كان هو مسؤول حقيقي عن نفسه وعن أهله وعن بيته، ذاك الوقت يلا يقدر يشعر بالمواطن. مشاهدينا نستمع الآن إلى رأي السيد أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. طبعا لا شغلة الموازنة هاي اللعبة القديمة الحديثة. نعم. هذه باختصار طبعا صراعات سياسية ما بين الإقليم والمركز وما بين المركز بيناتهم الأحزاب. نعم. وضحية هو الشعب العراقي. أهم نقطة يجب أن يطبق القانون والدستور اللي يقول الثروات القومية تخضع لحكومة المركز. طيب. يعني مو ما يسمى بإقليم كردستان يتفق 50 سنة مع إسرائيل و50 سنة مع تركيا بتصدير النفط الخام وبسعر 8 دولارات للبرميل. طيب. في فترة من الفترات وصل حتى 150 و140 و130 و100 لكن في المقابل أبو زينب، هل حكومة المركز الموجودة توفر هذه الأموال أو تسخر هذه الأموال لخدمة المواطن العراقي؟ يعني إذا حصل على أموال الأكراد أو النفط الموجود في الشمال، هل سيكون هذا المال في خدمة المواطن، في خدمة التنمية والمشاريع والنهضة العمرانية؟ الجواب طبعا لا، لأنه المسيطر على الحكومة هم الأحزاب والمسيطرين على جميع المنافذ. نعم. منافذ الاقتصادية أقصد بها. ثانيا يجب عدم الاعتماد على تصدير النفط الخام كنفط خام، يعني مو أصدر يومي 4 إلى 5 ملايين برميل. لا، النفط يعتبر من الثروات الناضبة، يعني اليوم يخلص بعدين شو نسوي؟ صحيح. فالمفروض يبنون مصانع كبرى لتكرير البترول وأبيعها بشكل مستقات نفطية، راح يصير باعتبار بسعر 5 أو 6 أضعاف النفط اللي احنا نصدره كخام. نعم. والاكتفاء الذاتي المحلي راح يرفع السعر. وبعدين اكو نقطة مهمة. تفضل. يجب إلغاء فقرة أو قانون الأقاليم. العراق بلد صغير، العراق مو بقد كندا ولا بقد استراليا ولا بقد امريكا. نعم. حتى يسوون باقاليم. طيب. هاي فكره استعماريه. نعم. انا اشكرك سيد ابو زينب واعتذر طبعا من حضرتك لان الوقت شارف على الانتهاء. ويانا السيده ام علي من بغداد، تفضل يا ام علي. تحياتنا لحضرتك استاذ محمد والقناه الرافدين البطله. اهلا وسهلا استاذ.
هم اساسا طلعوا هاي الحجه مال كردستان لان حكومه بغداد لا تريد ان تقر الموازنه. ليش ما تريد تقرها؟ لان هم العوبه بين بيد السفيره الامريكيه وبيد ايران خامنئي. فهذول باقين الاتفاق ما بين السفيرة الأمريكية وما بين خامنئي. والدليل استاذ قبل فترة من كانت العلاقة متوترة ويا إيران، أمريكا رادت أن تقر هاي المنصة الإلكترونية وقامت إلا الأموال ما تخرج من العراق إلا عن طريق المنصة الإلكترونية. أشو هسه من صار الاتفاق ما بين السفيرة الأمريكية وبين إيران، والدليل شغلة أوكرانيا. شغلة أوكرانيا السفيرة الأمريكية تريد إيران ما تتدخل بالحرب الحرب الروسية الأوكرانية. طيب. فلذلك هسه فتوا عن شغلة المنصة. واستاد الدليل هسه يبيعون باليوم 250 مليون طيب. دولار. بس أرجع سريعا أم علي. أم علي نعم. الثلث الأول من هذا العام دخل إلى العراق 30 مليار دولار ثمن بيع النفط اللي باعته الحكومة. استفاديتوا أنتم من الشعب؟ لمستوا شيء إيجابي من هذه الأموال؟ العفو. احنا من استفاد استاذ؟ هم المسؤولين نفسهم يقرون يحملوها بالطيارات كل هالدولارات العراقية لإيران واليمن، الميليشيات مال اليمن ولبنان أيضا وسوريا. بالإضافة إلى هسه حاليا ليش هاي بلاس خاتم بقيتها الأمم المتحدة؟ استاذ دول أوروبا كلها مستفادة من العراق، كلها مستفادة من العراق. بس هم ازاي يسوون هسه استاذ محمد؟ دي يطلعون الجيش والشرطة يفترون المواطنين ممنوع تداول الدولار. يعني يروحون على الزول العمارات السكنية هم يدفعون بالدولار. طيب. يروحون على الأسواق. هو احنا شعلي انا اشكرك تحملون اشكرك سيد أم علي. انا شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا اعتذر ايضا لانه الوقت شارف على الانتهاء. فيما تبقى من وقت مشاهدينا الكرام دعونا نتابع الجزء الآخر من استطلاع الرأي الذي أجريناه في الشارع العراقي، وجئناكم بآراء مواطنين عراقيين آخرين بشأن الموازنة الحالية ولماذا لم تقر، وما رأيهم بالصراع الدائر ما بين أحزاب الإطار التنسيقي وما بين الأحزاب الكردية. لنشاهد. أكيد بالفعل أن كل الأحزاب السياسية مشاركة في تأخير الموازنة، والكل تعلم أنه كل يوم يتأخر من إقرار الموازنة يسبب خسارة كبيرة على الاقتصاد العراقي. مثل ما تعرف انت اليوم الدولار وصل لحد 139 صرفة بالسوق الموازي. بمجرد ما تم الإعلان عن وجود خلافات سياسية بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد الدولار اليوم 147. فأنت اليوم من تجد أنه كل 100 دولار تخسر 7000 دينار بالمقابل مع حجم مبيعات البنك المركزي، راح تجد أنه خسارة العراق بمليارات الدولارات. للأسف الشديد كل مبيعات، رغم أن العراق اقتصاده ريعي ومعتمد اعتماد كلي على واردات النفط، لكن في الواقع أنه تجد أن المواطن العراقي لم يستفد أي شيء من واردات النفط. بدليل اليوم أغلب المشاريع متوقفة، التعيينات متوقفة، حل مشكلة المحاضرين والعقود باتت لها تأثيرات سلبية على الواقع الاقتصادي. كل البلدان خاصة البلدان المتطورة الوزير هو موظف والمسؤول هو موظف، يعمل أو يبذل قصارى جهده في سبيل يلبي رغبات المواطن. إلا في العراق المسؤول يعمل من أجل ملء جيوبه ومن أجل افتتاح بنوك وتأسيس شركات لضمان مستقبل ومستقبل أطفاله فقط. ما يخص الموازنة، يعني إحنا كل عراقي يتمنى أنه تنقر الموازنة خصوصا بهذا الوقت الحالي. يعني أنا كمنتسب مثلا محتاج الموازنة، عندي الرواتب لحد الآن ما نقص بزيادة الرواتب، الفروقات وما شابه الزوجية لحد الآن يعني ما مشدودة لنا يعني بالوقت الحالي. فكلتنا متوقف، هاي الأمور متوقفة عن الموازنة. أكيد بالضبط، يعني إذا تنقر الموازنة أكيد المواطن العراقي حيستفاد بالدرجة الأولى. يعني هذا الشيء طبيعي، يعني إحنا اللي نعرفه إنه إذا تنقر الموازنة هواي أمور حتنحل يعني عند المواطن العراقي. أكيد هو كل مسؤول يعني
يعمل بضميره ويعمل بإخلاص. يعني اكيد لازم المفروض يحس يعني انه هذا المواطن متأذي رغم الظروف الصعبه اللي يمر بها البلد. يعني طبعا اكيد الاختلافات السياسيه بين الاحزاب والكتل وكل واحد يريد مصلحته اكيد هو الواقع بها الشعب اكثر شيء. اتمنى انه تنحل هاي المشكله. والله على قد الرواتب والمعيشه البسيطه اعتقد العراق لو يتركوه يشتغل بوحده بدون دوله افضل 5% و10% 90% له وال5% وال10 له للمواطن. هاي اذا حصل المواطن الى ان تنتهي الاحزاب ويصير الوطن واحد ويصير كتله واحده والوطنيه ترجع مثل ما يعني مفروض تصير. يعني مثل الدول الباقيه شنو اللي يفرق عنه ان هم يشعروا المواطن سواء المسؤول او المواطن، اما احنا يشعر بالشخصيه شخصنا. استمعتم مشاهدينا الكرام الى اراء مواطنين عراقيين بشان هذه الموازنه. لا يقتنع أي مواطن عراقي ولا يؤمن ولا يصدق بأن هذه الصراعات الموجودة والدائرة الآن بين الأحزاب هي لخدمته ولمصلحته ولمصلحة العراق. يعلمون جيدا بأن هذه الصراعات وهذه الخلافات تصب دائما وأبدا وفقط لمصلحة هذه الأحزاب وهذه الشخصيات التي تدير هذه العملية السياسية الموجودة في العراق بعد الاحتلال. بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. شكرا جزيلا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.